اي شرف، تفضل دكتور بشير عدال مغترب المقيم عندكم عليك ان تتفضل الى الامام، لانه انا كنت كثير حريص اني بس افتح البوابه حتى اسمع. قرب هنا، بدك باراشوت دكتور بشير البلا، مع هيك الاسم الشريف، حديثا تعرفت اليه في محاضراتي الاخيره منذ اخرجوني من الحبس، حبس الخلوه. صار شي سبب من المحاضرات صرت عم بعرف احبابي اكثر. تفضل بابا شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواقع دكتور أسعد عندما تكلم فقد بز القائلين. فلم أجد مازي أتكلم. في المحاضرة التي ألقيت في مركز ثقافي في جوبر كتبت له الكلمة الآتية عندما علق على المحاضرة. كتبت له: عطر الله ثرى والديك وأسابك الله خيرا في الدنيا والآخرة وأعطاك من الحسنات على عدد فوتونات المجرة 3C236. مجرة عم بيرقعطي رقم مجرة لأنه فلكي. نعم. على عدد فوتونات المجرة 3C236، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وسلام قولا من رب رحيم. هذه الكلمة التي تكلمت، أما الآن ماذا سأقول له؟ هلا حرسنا. الآن سأتكلم له الآتي: أسابك الله خيرا على عدد فوتونات العنقود المجري، على عدد فوتونات العنقود المجري العذراء الذي يبعد عنا 180 مليون سنة ضوئية، وعدد مجراته 2500 مجرة. فعدد فوتوناته طلع عندي الرقم الآتي: 150 مضروبة بكيوبيك سكستليون فوتون. النتيجة كيوبيك سكستليون محلى. سكستيليون واحد قدام منها 23 صفر، الكيوبيك تبعها صاروا واحد قدام منها 63 صفر. اما لكم ماذا سوف اهديكم الان؟ كمان: عطر الله سرى والديكم جميعا في الدنيا والاخره واصابكم خيرا على عدد المجرات الموجودة في السماء الأولى التي وصل عددها إلى 100 تريليون مجرة، وعدد فوتوناتها، معنى كلمة فوتون هو ذرات النور، عدد فوتوناتها وصل إلى رقم، هلا حسبته بهاللحظة هذه أثناء الدكتور عم يلقي المحاضرة، 10,000 يوبيك سكستريون تريليون فوتون. وسلام قولا من رب الرحيم. يا دكتور بشير، حياك الله.